Oye. مش كنت عايز تتجوزي دكتور؟ ادينا اهو يا ستي، سبت الهندسة والمقاولات وشغلت دكتور. ومين قال لك انني عايزه اتجوز دكتور؟ انت اللي كنت قلتي لي، خبطتها لي في وشي كده اول ما اتقابلنا، كرهتيني في الهندسة يا شيخ. وانت ما بتنساش حاجه ابدا؟ لا بنسى، النسيان نعمة. تخيل لو ما بننساش أي حاجة، هنفضل زعلانين من بعض من حاجات تافهة، أو هنفضل زعلانين على الناس اللي ماتت. مش هنقدر نعيش حياتنا كبني آدمين، بس برضه في حاجات ما بتتنسيش. زي إيه؟ زي أول حب، زي أول لمسة، زي أول مرة حد يقولك بحبك. بس برضك القاسية وحشة، دي ما ينفعش ننسوها. اللي باعك ورماك وداس عليك بالجزمة ما ينفعش نسامحه، لازم تاخد حقك منه تالت ومتلت. اللي وجعك وجعه. أي انت اللي بتقولي كده؟ وما نقولوش كده ليه؟ انت اصلك ما تعرفش اني شفت ايه في دنيتي. نعم، انا عمر كان بيحكي لي، حكى لي انت مريتي بيه الفتره اللي فاتت، واني كمان هنحكولك. هاخد الدواء واخف وارجع احسن من منارة اللي كنت تعرفها. اني اصلي خلاص، بنت الاسكندرانية اللي لابساني دي كرهتها. هي مين صحيح منارة البنت الاسكندرانية دي؟ يعني تعرفيها منين؟ وايه اللي يخليكي كل شوية تروحي لها كده؟ هو مش عمر قالك بنت غلبانة من كسرة، الدنيا مرجحتها بزيادة. الله يرحمها. هي ماتت؟ رمت روحها قدام القطر. أصلها كانت متجوزة راجل قلعبان ديلو نجس، وأبوه اشتغل عندها أب كان تاجر مخدرات ومات في السجن. بيتها ولدها ما استحملتش، ضعيفة كمان كانت بتتعالج. وما تسألنيش كانت بتتعالج من ايه، عشان هي ما قالتليش، مش هنعرفوا نجاوبه. سكت ليه؟ أصلك بتقولي كلام غريب حبتين. وإيه في الدنيا مش غريب؟ أحسن كده؟ أحسن كتير.